السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة، بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة وهي فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكان عملية التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان لجميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب بالنسبه لمنحه النهارده هي منحه ممتازه جدا صراحه، فيها مرتب شهري كويس جدا وكمان من غير حد اقصى للعمر. هي منحه جامعه سكولتك في روسيا، تمام؟ الدوله المانحه اللي هيكون فيها المنحه دي هي روسيا. الجهة المانحة هي سكولتك يونيفرسيتي، ودي جامعة طبعا من أفضل الجامعات حول العالم، بالإضافة كمان إنها عاملة شراكة مع مؤسسة تكنولوجيا موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم، أي دولة تقدر تقدم الفرصة دي سواء دولة عربية، آسيوية، أفريقية، أي دولة متاح ليها التقديم. المرحلة الدراسية للفرصة دي هي الماجستير والدكتوراه فقط، يعني لو حضرتك عايز تدرس ماجستير متاح، دكتوراه متاح، إنما لو عايز تدرس بكالوريوس أو المرحلة الجامعية اللي هي الليسانس مثلا غير متاح في المنحة دي. تمام؟ بالنسبة للتمويل بقى، المنحة دي مميزة جدا، هتشمل الرسوم الدراسية كاملة. تمام؟ لأن زي ما أنتم عارفين المنح الروسية بنسبة كبيرة ما بتشملش جميع الأشياء، ولكن منحة هنا بتشمل الرسوم الدراسية كاملة، هتشمل كمان مرتب شهري كبير وهو 550 دولار بما يعادل 40,000 روبل. تمام؟ يعني مرتب كافي جدا، والحياة كمان في روسيا مش غالية لدرجة كبيرة، فبالتالي هيكون مرتب كافي جدا ليك. كمان هتتكفل بيه التأمين الطبي لو لا قدر الله حدث مرض أو حادث ليك، الجامعة هتتكلف لك بتكاليف العلاج. كمان بالإضافة ليس هناك رسوم للتقديم للمنحة دي، مفيش أي رسوم. طبعا في منح بتلاقوا فيها رسوم للتقديم ابلكيشن اللي هو مثلا تلاقي ب 50 دولار رسوم التقديم للمنحه وكده، المنحه دي ما فيهاش اي رسوم للتقديم، الابلكيشن التقديم ليه مجاني. بالاضافه كمان هتلاقي مميزات اخرى كتير بتشملها المنحه زي رسوم الدخول وما الى ذلك، وكمان الدراسه في جامعه من الجامعات القويه. التخصصات بقى المتاحه في المنحه دي، بالنسبه لدرجه الماجستير متاح تخصصات كتير، بس معظمها تخصصات علميه زي الداتا ساينس، انرجي سيستمز، بتروليوم انجينيرنج اللي هي الهندسه، هندسه البترول. تمام؟ هتلاقي كمان ماتيريال ساينس، كل انواع الحاجات المختصه بالانجنييرنج هتلاقيها والعلوم وما الى ذلك، انما التخصصات الادبيه صراحه مش موجوده في المنحه دي. تمام؟ بالنسبه لتخصصات الدكتوراه برضو دي التخصصات المتاحه للدكتوراه، بعض منها بعض التخصصات الموجوده في الماستر هي متاحه للدكتوراه، زي برضو الفيزيكس، داتا ساينس، تمام، انجنييرنج سيستمز، كل التخصصات دي متاحه. ملاحظه هنا ان المنحه دي لا تحتاج شهاده لغه انجليزيه بشكل الزامي، يعني انت مش محتاج تقدم شهاده لغه، طبعا لو معاك بيكون تمام، لو مش معاك شهاده لغه مش مشكله بيتم التقديم عادي، وكمان مفيش حد اقصى للعمر في المنحه دي، لان طبعا في ناس كتير بتشتكي من سن العمر مثلا وبيكون المنحه اخرها 30 او 35 سنه، المنحه دي مفيش فيها حد اقصى للعمر. الاوراق المطلوبه للتقديم في الفرصه دي هي السي في اللي هو السيره الذاتيه بتاعتك، خطاب نيه اللي هو موتيفيشن ليتر ليه عايز تنضم للمنحه، بالاضافه كمان اتنين من خطابات التوصيه، وطبعا بقى تحط صوره شخصيه وما الى ذلك، يعني بيانات بتكون بسيطه. اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 16 يوليو 2020 للماجستير و 2 اغسطس 2020 للدكتوراه. تمام؟ يعني لسه الوقت متاح معاك، فتقدر تجهز نفسك وترتب كل اوراقك وبياناتك عشان تقدم للمنحه دي. انا هنا حاطط لكم لينكين، ده لينك قدم الان وده الاعلان الرسمي، ده الاعلان الرسمي للمنحه، تعال بص كده عليه سريعا. هتلاقوا كل تفاصيل المنحه موجوده هنا، من حيث تتكفل بايه، من حيث ميعاد الانتهاء امتى، كل التفاصيل بتاعه المنحه هتلاقوها موجوده هنا. تمام؟ فتقدر تطلع على التفاصيل دي، ده الموقع الرسمي للجامعه سكولتك يونيفرسيتي. طيب خلينا بقى نخش على التقديم للفرصه دي، ازاي ممكن نقدم ليها؟ تيجي تضغط حضرتك هنا على قدم الان عشان يفتح لك ابلكيشن التقديم،
وعايز كمان اوضح ان احنا كقناة منح من كل الالوان بنوفر خدمة التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزها بمبلغ مالي بسيط، فبالتالي تقدر تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديو ده، او احنا نقدم لك بشكل احترافي نوفر لك جميع الاشياء، تمام؟ ولكن لو هتقدم من خلالنا احنا ما بنوفرش اي شيء خاص بخطابات التوصية، يعني ده بيكون خطابات جاية من شخص انت تعرفه اللي هو زي استاذ جامعي او صاحب عمل عندك، فبالتالي بتكون خطابات شخصية احنا ما بنوفرهاش، ولكن اي شيء اخر احنا بنوفره ليه من حيث ميل الابليكيشن وخطابات النية وما الى ذلك. طيب ده بقى عملية التقديم. هنا اول حاجة عشان تقدم للمنحة لازم تعمل ساين اب اللي هو زي كرييت اكونت كده، تكتب اسمك، رقم تليفون، الايميل بتاعك، بتختار الدرجه اللي انت عايز تقدم ليها، ماجستير ولا دكتوراه، تختار التخصص، تختار دولتك هنا، التخصص هنا ودولتك بتكتبها هنا. وبعد لما بتعمل البيانات دي وبتملاها بتضغط على المربع ده وبتضغط على ساين اب، تمام؟ لما بتضغط على ساين اب بيوصلك رساله على الايميل بتاعك، الرساله دي بتحتوي على الباسورد اللي انت هتستخدمه عشان تسجل بيه او تخش بيه الابلكيشن، تمام؟ طيب انا دلوقتي خلاص وصلني الباسورد على الايميل بتاعي اللي انا سجلته هنا، هيوصلني عليه الباسورد، اروح على ساين ان هنا، تمام؟ وهيظهر لي الايميل والباسورد بتاعي، هكتب الايميل واكتب الباسورد اللي كان وصلني على ايميلي ده، ايميلي الخاص، وبعدين اضغط على كلمه ساين ان. لما تضغط على كلمه ساين ان هيفتح معاك ابلكيشن او فورم التقديم. الفورم بسيط يعني مش معقد، متكون من ثلاثة سيكشنز. اول حاجه بتكلم عن البروفايل بتاعك اللي هو بقى البيانات اللي انت كنت حاططها، اسمك والدوله بتاعتك والتخصص بتاعك، دول خلاص يعني تم عملهم في انشاء الاكونت. وهنا بقى بتحط صوره شخصيه ليك، بتكتب اللاست نيم بتاعك، تكتب الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، الدوله اللي انت عايش فيها حاليا، وازاي سمعت عن المنحه او الجامعه دي. وبعد لما بتخلص الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو الاديوكيشن باك جراوند، الخلفيه التعليميه بتاعتك. هنا بتختار الجامعه اللي انت درست فيها، اخر مرحله انت حصلت عليها، وهنا بتحط الدبلومه بتاعتك اللي هي شهاده التخرج والترانسكريبت بتاعك اللي هو كشف الدرجات اللي بيحتوي على درجات كل ماده انت درستها، تمام؟ بعد ما بتخلص الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اخر جزء اللي هو بروفيشنال باك جراوند. وفي البروفيشنال باك جراوند بتحط السي في، بتحط الموتيفيشن ليتر، وتركز كويس جدا في الموتيفيشن ليتر لانه يعني من اهم الاشياء اللي بتطلب في المنح، تمام؟ وبتكتب هنا مستواك في اللغه الانجليزيه، وتحط هنا اثنين خطابات التوصيل اللي احنا كنا قلنا عليهم. وفي الجزء ده لو عندك اي شهادات لغه او اي يعني شواهد لغه انت خدتها زي الايلتس، تويفل، الكلام ده كله، بتحط درجاتها، بتحط الاثباتات بتاعتها. لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي. ولو عندك اي شهادات اضافيه زي اي كورسات او تدريب انت خدتها وعندك ادله عليها ممكن تحط كل الشهادات دي هنا. يبقى كده ده ابلكيشن التقديم للمنحه، بسيط جدا. بعد ما بتخلص ميل الابلكيشن بتروح عند كلمه سبميت وبتضغط عليها، وبكده يبقى انت مليت الابلكيشن للمنحه. نرجع تاني ونقول ان المنحة دي ممتازة جدا، بتتوفر على مرتب 550 دولار 40,000 روبل، تأمين طبي، الرسوم الدراسية كاملة، مفيش رسوم لعملية التقديم للمنحة، وفي مميزات أخرى كتيرة فيها، بالإضافة إنها جامعة من أفضل الجامعات وعاملة شراكات مع جامعات موجودة في الولايات المتحدة، تمام؟ يبقى لو مهتمين بالمنحة دي يا ريت تقدموا لها، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.